بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل وكانوا يصرون على الحث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم لآكلون من شجر
فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين.